شهادة لله ونقولها لكم عاود بحال في الشكل اللي قلت لكم وحسبوها عليا اللي غدا يوم القيامة من نهار فاش تكلفت بتكليف من صاحب الجلالة الله ينصره إلى يومنا هذا ما عمر صاحب الجلالة قال لي دير هادي أو علاش درتي هادي. درنا دائما ما بيناتنا المخطط ديالنا ودرنا الإحصائيات اللي بغينا وخرجنا النتائج اللي بغينا وتحملنا الضربات بدون مشكل. ويمكن لي نقول لكم ما كاين شي حكومه جات من بعد التعليم من بعد التعيين ديالي الى الان وما مشاش لها رئيسها عند الملك قال له زول الله يخليك هذا الا حكومه السي الفاسي السي سميتو السي عباس الفاسي هذاك ما عمرو طلب حتى حاجه تيسمعنا وتتبعنا يمكن ما تتعجبوش شي اشياء يمكن كذا ولكن ما عمرو واما حتى ما بقي انا نقول لكم الى الان